بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ولي اسمه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم سيداي سيداي يلي بالي. نمر بمجيء سب السلام يا صلاة الإسلام كرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقول بقى الحمد لله سيداي حفلة ما يبغى. هذا السادة محافظ ولكن نبغى سجع وهذا سيارة نبغى صباح معروف طالب صار أنا نبغى شيء منه واحد اسمها ما طالب شيء كان يحب إسماعيل عبدي مره دي اهل بعد ما كيس صدقه شيخين ايو نكي لحادرين يا رب نغن ايو مركي بقى محمد علي لو يا يا انا يوحو ان خضرين بقص لبقى هو عرش على الاحي سبير لو يبان تشيزيات السينة قالوا هو يحكى يومنا يومها مكا طيب دينا لقى عند الدوشاء وعبوة مكا هذا فوق الرطة كشي هذا كله من ماي انت ذاك الكوبة ذاك عبو بوكوبة أحمد إسماعيل ويلي وحنا وجهي يقول له عيب معي حول كلام ما دام انا عينه مو كل شيء اسلام هذا عبد الله ما له شيء احنا ابوك عبد الله سوري ابوك عبد الله فرع ودي ودي يا كريم روح ودي وابي ودي يضرب بهانتي ام لا عيب معي كلام إذا لم يكن هناك أي مفهوم لنا إحنا نحكي شيء وأنت محمود حاشاكي. مكافأة تمشي تقول ما يتعرف لو كذا كذا. إسماعيل يا صاحبي اللهم حيسر الله ودوا محمود صالح نور فقري. فقري أنا هو اللي عمل بالونتي وتجي تقول إسماعيل أنا اللي حاشيكي. أنا عمل بالونتي. إسلام موسى إسماعيل وهذه أهلهم هي عبد الله أبن هميريا أنا ما أعرف شيء. يقال له لو تبغى تعرف ده ما كذا أكمل لك هذا الدوام. وقت يقول أنا مو هي هذه أنا وحسلة إذا ركبت ما يقول لك إذا حكى ذلك هي تعرف وحسلة ركبت ما يقول بعد وقبل إسلام. بهذا على خليفة أطيب أبتو في هذه سنة أدن وامين عليها مطبع أي شمال عبد الناس الفريق اللي يسا كان على ورعة يرى يرى على كثا عامة وردنا في البدء على ورعين شمال عبد الناس في شرعها أروح أسوي هذا ما يبغى شيء كذا كشيء كذا ما يبغى. أنا كذا كذا ما سستيتي وأنا هاي والله ولا كرنا يا كذا ما نسكرنا يا. يا سلام ترى شيء عنا مسوي خلنا نقول يعني كذا يا كذا أحنا نحكي كذا كذا ده كذا ما بقول ما تيجي رأي كذا أنا. سؤال لو حكى أبو قرآن في عنا حكى يا سلام تهان. بوجه سؤالها إنك سائر دكتور دكتور ما أمديك ما قايو تاريخ دكتور ما كل دكتور مشيعا لكن هك بدل هذا ما هذا تاريخ دكتور شيعي هي هك كي واحد كل هاي واحد دكتور أمديك ما قايو دكتور بدل بوري وين لكن إذا ما كل ما بدل كل دكتور كل لقبي شيء كذا كل سبعة وعشرين ثمان أحسن بقى شيء فرق هو ولا بدل ما كشيء كلا فديه بوري سبعة نكيل ولا تري لا يعلم حيث سعيد عليير ومر الوحوري تري وان حسوستين يحاذ الوحوري تري من الوحوري تري هذا السحر
أحمد إسماعيل رجي وحقول جري آدي آدي وحقول جري بيهاي أحمد إسماعيل أنا ما كنت يقول دبيسي حين في نيوم النوبيني مريه شو كاية دبيسي ما كنت شكي بورة باللوك عيي حاجة كي ما كنت يقول جري دور جريت بنويني سيئة ذكرة وحن حصوصا مالتي يقول دبيسي maane waxaan ugu qara kareenay oo habeenkiina uu heli kuli maxamed xaaj ducaal ah oo xasan xaaj ducaal ka dhameeyay anagu ragga iska dhigaysanay oo baahay markuu wareysay waayay wareeg maxamed xaaj ducaal ah hadii waxa uu meel go'o oo ku qafnaa badan ee sanad ah ahmed wadna ragga waa weyn hadii aad ragga soo halgamay ilaa iyo hadii aad la leeyahay xornimada soo halgamay askar sayre ee buuga shaad baqaanno oo ilaa qaar tolaa ee qaar hadii aan mucaaradu farabado maxay maxaa haysa siyaasada wax socda oo xilweyn baa wadada dhisinaya kooyntoodi in baa leeyahay buu kooyntoodi kala celintooda laga doono aniga ay ka mid ah u yiri raga inaan hadda ku jiro qayb badan oo kamid ah kala celintooda wax badan laga doono baa wiil marka waxaan ka xasuustaa inuu raggii madar waa isu jiidaya hadalada ay maxamed xaaji ducaale allahu xasan labada baa isu weydaarsanaya inkastoo anigu abeega sdftana joogay snftana joogay anugu furayaashii baan cala sidaa xasina kaalay ma jeegin hadii aad intaa ka gudbo cali khaliif un baan doonaya inaan kafar ihaahdo abtiga cali khaliif abti sheekh ismaaciil ninkaa layaadee diinta loo hogaamiya waa bicinuu ka dhashay ganacsitada ugu waaweyn ee dalka su-aal waa la wada garanaya markuu diinta dilaado waxaynu waa ninku awaashan taa la xiro waxa uu wadada dhex ku wanaagsan marka ma jirin anu waxaa salaanta qoladi abtiyaday waxay odhan doonaa cali waa ninka leeyahay soomaali aan iyo wada hayay hala xidhi odhanay marka hadaa lada xidhi waa naga tar wanaagsanta waxaa loo hubaa inaad wax wanaagsan wado haddaad see wado waxaa leeyahay halkinka aad wado ee adahay soomaali odhay waa wax wanaagsan waad ka midha dhalin doontaa haddaad iska caajisada sheekh ismaaciil baad ka midha dhoolin doontaa waxa la wadaana waa wax wanaagsan waxa u baahantay duuqaa hadda sheekh ismaaciil maati aad war hala xiro ninka waa kaa waashay hadduu calaali lahaa ninka mabdaa adag wadaa wuu adkaystaa wata afta adkaysa wax wanaagsan baa wadaa de cali garaad ba haddii aad leeyahay laya garaad baa nin wado wataad uu soo noqonay waa laguu soo noqon doonaa wixii wanaagsan aad wado wax badan haddii aad saluugtana soomaaliland waa la wadaban yahay halkankii aanu wadnayna raggii ku wanaagsanay ee axmed ismaaciil iyo ka mid ahaayeen milyahoodi may goosan raggii caqliga lahaa may goosan raggii mujaahidiinta ahay ee ku wanaagsanee saraakiisha ku wanaagsan ma goosan laga yaaba nacasyada iyo kuwii khilaafka badnaa inay hogaamiyin badan u qabteen baa laga yaabaa laakiin inama wanaagsan baa u kici doonaa foundationka haddaa ku soo noqdo malaawarka u baahan yahay axmed ismaaciil maadaama aynu garanayno waqtigiisii iyo naftiisii iyo uu geliyey dalkan iyo halkankiisii waan hubaa inuu abaal u leeyahay inuu abaal gudo ubadku ka tegana inay tahay soomaalilan oo dhan maanta waxaynu u baahannahay malaa halka kani fudbad badan laga jeediyo waxa u baahan tahay in la yaado waxaasaanu bixinayna de horta hadday lacag tahay anugu dalka wada dhogo kama qabo waxba laydin lacagtii intay isbuuxisay kama dhagi jiir baaba cunay kolay yambaba loo fufurmi doontaa ninkaa banka haystan anugu nin wanaagsan baaba abaanaa intibeeshinkii siduu u dejiyey khayr allah siiye waa baasha jiirka un halaga ilaaliyo suntii haloo doonaa leeyahay dowladana waxaa oran lahaa haddaydan cid kale abaal gudayeen bal axmed ismaaciil iyo raggaa dalka noloshiisii oo dhan geliyey fawdashkeeda ibahaa kolay maxamed kaahid way ka dambayn doonaane
صوت الهرم ده فوق ليش كده وانا يا اخي.